بداية الأسبوع، لكن بالتأكيد من أسبوع السوبر المصري والانتصار على الزمالك وتحقيق بطولة مهمة جدا في توقيت غاية في الأهمية لنادي القرن، إلى أسبوع الاتحاد الدولي وأسبوع سوبر جديد بين الأهلي المصري بطل إفريقيا والعين الإماراتي بطل أسيا. بطولة جديدة وتحدي جديد على كأس الثلاث قارات، قارة إفريقيا وقارة أسيا وقارة الأوكيانوسيا، بتلعب على كأس لثلاث بطولات. إذن من سوبر مصري إلى سوبر جديد، وهي بطولة فيفا انتر كونتيننتال، والبداية بكأس البطولات للخاص بالقارات الثلاث. إن شاء الله بإذن الله يكون سوبر خلال هذا الأسبوع، انتصارات وشكل وأداء وكرنفال في استاد القاهرة اللي هيحتضن مباراة القمة التاريخية بين الأهلي المصري والعين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، والاستاد بإذن الله كامل العدد بحضور جماهيري كبير جدا من جماهير النادي الأهلي. كذلك هنسعد بالتأكيد بوجود جماهير نادي العين. أهلا وسهلا بيكم في بلدكم التاني، وأهلا وسهلا بيكم في استاد القاهرة، وإن شاء الله بإذن الله تكون في مباراة رائعة على كافة المستويات. إحنا والأشقاء في الإمارات واحد، مفيش أي فرق بيننا. مباراة 90 دقيقة، لعل وعسى ممكن يكون فيها إكسترا تايم لو فيها تعادل، لكن بإذن الله نشوف أسبوع على كافة المستويات على أعلى مستوى ما بين الأهلي المصري والعين الإماراتي. مرحبا بالأشقاء الإمارات هنا في مصر، حضور إعلامي كبير جدا، حضور جماهيري هيكون كبير جدا. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس وتفاصيل متعلقة بالاستعداد بهذا اللقاء، ولكن مهم جدا الأسبوع الماضي يكون فيه فرحة الانتصار بالسوبر، فرحة مهمة جدا، فرحة كانت من الأهم البطولات اللي دخلت تاريخ الأهلي في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة، خاصة أن بعد السوبر الإفريقي كان فيه كلام كتير جدا وهمهمات ومحاولات من البعض لهز استقرار فريق الكرة في النادي الأهلي. من الأمور الإيجابية اللي شفناها في إقامة بعثة الأهلي في الإمارات أن الأمور الانضباطية والتأديبية كانت قبل الأمور الفنية، عشان كده طول ما في نظام لازم تلاقي نتيجة، طول ما في عدل لازم يكون في مكسب. فالحمد لله ربنا وفق الأهلي في أول بطولة محلية خلال هذا الموسم بالفوز بالسوبر المصري والحفاظ على البطولة اللي نجح الأهلي في تحقيقها العام الماضي، والبطولة دي بنسخة مستحدثة بمشاركة 4 أندية. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس مهمة جدا عن آخر الأخبار المتعلقة بالأهلي والعين، أخبار حصرية، موضوعات مهمة جدا متعلقة بهذا اللقاء، هنكشف عن تفاصيل كتيرة متعلقة بهذه المباراة. كمان النهاردة عندنا توبيك مهم جدا عن كواليس اجتماع لجنة الانضباط بالأمس بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك. ناس كتيرة لغاية دلوقتي مش عارفة كواليس القرار، ليه الاتحاد الإفريقي اتخذ هذه العقوبات والقرارات القوية التي صدرت في حق لاعبي ومسؤولي نادي الزمالك بعد الأحداث اللي شهدتها لقاء السوبر الإفريقي. البعض كان يتخيل إنها مباراة عدت وخلاص، ولكن النهاردة كواليس وتفاصيل مهمة جدا هتسمعوها من خلال برنامج التر